السلام عليكم. تعتبر رومانيا حاليا من الدول اللي عليها اقبال شديد من طلاب العرب للدراسة فيها بسبب الاسعار المقبولة جدا للدراسة فيها وللعيش فيها، وبسبب انه متوفر الدراسة باللغة الانجليزية بجانب الرومانية، وبسبب انه جامعاتها قوية ومعترف فيها بكثير بلدان بالعالم. رح نحكي اليوم عن جامعة تيتو ميوريسكو، واحدة من افضل الجامعات الخاصة الموجودة بدولة رومانيا. رح نحكي ميزات الجامعة، التخصصات الموجودة فيها، وكيف فيك تسجل. فخليكم معنا للاخر. أنا المهندس غيس، مركز الخوارزمي للدراسة بالخارج، ويلا نبلش. جمهورية رومانيا هي دولة أوروبية تقع بشبه جزيرة البلقان، تقع بجنوب شرق أوروبا، بمر فيها نهر الدانوب الكبير جدا، وعاصمتها هي بخارست. وهي بلد جميلة، باردة بأغلب أوقات العام، هي بلد جبلية وفيها طبيعة كتير حلوة. وتعتبر رومانيا عضو من الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست من دول الشنغن، فالمقيمين فيها مو مسمح لهم أن يتجولوا بأوروبا مثل المقيمين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول. جامعة تيتو موريسكو هي جامعة خاصة أسست عام 1990، وسميت على اسم رئيس الوزراء الروماني السابق تيتو موريسكو. تصنيفها عالميا هو 5600 بحسب ايدو رانكي. الجامعة بتدرس أغلب مواد باللغة الرومانية مع وجود بعض التخصصات باللغة الإنجليزية، وبتدرس جميع المراحل الجامعية، البكالوريوس، ماستر ودكتورة. وهي جامعة قوية بتحوي تجهيزات حديثة من قاعات ومخابر، بالإضافة لوسائل ترفيهية مثل الملاعب الرياضية، السلة، التنس، كرة القدم، والمطاعم والكافتيريا. وبتحوي الجامعة مجموعة كبيرة من تخصصات البكالوريوس. رح نذكر على السريع أهم التخصصات وأسعار الدراسة فيها. عنا دراسة إدارة الأعمال $3,000 سنوياً، اللغة الرومانية. دراسة التمريض $9,000. دراسة الحقوق في رومانيا $3,000. أما دراسة الصيدلة فبتكلف $9,000 وهي باللغة الرومانية. دراسة الطب البشري باللغة الإنجليزية هي $12,000 سنويا. أما لو درست طب بشري باللغة الرومانية فبتكلفك $10,000 سنويا فقط. عنا طب الأسنان $11,000 اللغة الإنجليزية و10 الرومانية. علم النفس $3,000 ونظم معلومات كمان $3,000 باللغة الرومانية. والجامعة متعاونة جدا مع الطلاب موضوع التسجيل فيها، وحتى بالنقل من جامعات تانية، حتى الطالب يكمل دراسته بهي الجامعة وما يروح عليه المواد اللي رفعها والسنين اللي مضي، وبالإضافة حتى يستطيع أنه يتخرج من جامعة قوية بأوروبا، والطالب فيه فترة قصيرة أنه يحصل على الفيزا ويسافر بعدها لرومانيا. وكمان بتقدم الجامعة مجموعة واسعة من تخصصات الماستر، رح نذكر أهمها اللي هي الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات بالروماني $3,000، المحاسبة والمراجعة كمان باللغة الرومانية $3,000 سنويا، علم النفس الرياضي اللي هو اختصاص تقديم الدعم النفسي للاعبين الرياضيين بأي رياضة، وهو اختصاص صاعد بالمناسبة بأوروبا وكتير صاير مهم وقبض عليه عالي. قانون الأعمال والنظم معلومات والتكنولوجيا كمان نفس السعر $3,000 سنويا، مع وجود 3 تخصصات دكتوراه ما في غيرهم اللي هن القانون $5,000 سنويا، طب البشري $7,500، وطب الأسنان كمان $7,500، كلياتهم باللغة الرومانية. طيب نصل للأوراق المطلوبة وكيفية التسجيل. أول شيء بنعتاز من الطالب صورة عن جواز سفر، صورة شهادته الثانوية، أو صورة كشف العلامات من الجامعة لو كان بده ينقل لهي الجامعة. هالأوراق كلها لازم تكون مترجمة للغة الإنجليزية ومصدقة من وزارة الخارجية من بلد الطالب. ولو كان الطالب مو جاهز الأوراق مترجمة، ممكن إنه نحن نساعده بموضوع الترجمة والتصديق. غير هيك بنعتاز صورة شخصية بمقاس 3x5 واضحة، خلفية بيضاء، وتكون أكيد صورة رسمية. ممكن غير هيك إنه نعتاز شهادة ميلاد، شهادة خلو من الأمراض، ممكن إنه نعتاز وممكن انه ما نعتازها بحسب الجامعة. وبس هيك فيك بعدها انه تقدم هالوراق، نحصل على القبول خلال 2-3 أسابيع وتبدأ دراسة بالفصل الثاني حاليا، او لو بتحب بلش دراسة من الفصل القادم بشهر 6 أو 7. فلو حابب تسجل بجامعة تيتو او باي جامعة تانية رومانية حكومية او خاصة، تواصل معي مع الرقم موجود بصندوق الوصف. ولو عندك اي سؤال او استفسار فيك تواصل معي بشكل مباشر، رقمي كمان بتلاقيه موجود بالوصف. لو عجبتك الحلقة لا تنسى تترك لنا لايك، لانه هذا الشيء بيساعد نشر المحتوى، واشترك بالقناة لو مهتم بالدراسة بالخارج والمنح الدراسية. كان معكم غيس الخوارزمي الاكاديمي، خطوتك الاولى للدراسة بالخارج. توفيق ان شاء الله. سلام.